انت النهارده عندك دول اقوى اقوى مجموعه جوه نادي الزمالك، محدش بيركز فيهم، كله حاطط في البرنامج الانتخابي بتاعهم حتى قد كده الاهتمام بالعاملين. ايه الاهتمام بالعاملين؟ ايه هو الاهتمام بالعاملين؟ ايه الاهتمام بكبار السن؟ لا 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 لا، دول الاثنين دولت اصل العضو العادي يعرف ياخد حقه، اللي هو المطعم مش عاجبه يطلع يشتكي وممكن يطلع هيعمل اي حاجه عشان ياخد حقه. لكن كبار السن، خلينا نجيبها واحده واحده. الاول كبار السن، كبار السن مطلوب لهم ايه؟ رقم واحد، ما ينفعش ان حد تعاقدت 60 سنه العالم يكرمه والدوله تسعى الى تكريمه وانا في نادي محترم كبير لسه بقول له ادفع لي فلوس العضويه. لا، لابد من ان هو يوجد صيغه معينه، صيغه لعدم دفع السيد العضو من تخطى 60 سنه ان كارنيهه يوصل لبيته، مش يجي يقف في الاشتراكات عشان ياخد الكارنيه حتى لو اعفى من الرسوم. لا، ده يوصل كده في البيت في ظرف في 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 مندوب يروح من نادي الزمالك يوصل لغايه البيت عنده يديله كارنيه معاه كارنيهات وبطاقات خصومات معاه دفتر للزيارات الخاصه من صحابه، تذاكر يعني لو تذاكر سنوية صديق ليه بيزوره في النادي بيزوره يقدر يجيبه بالدفتر كل ده مجاني. تعاقدات، كارنيه معاه، تامين صحي بيقدر يروح اي شيء. طب انت هتبقى حريص انك تعمل ده؟ ده رقم واحد. ده رقم واحد عندي، اقسم بالله ما بهرج. انا مش بتكلم انتخابات على فكره، انا عملت في 17 وفي 22 جبت مستشفيات لتخفيض للساده الاعضاء، ويمكن ما حدش كان اتكلم في الموضوع دوت، ولان انت عارف الظروف كان اي حاجه بتتعمل ما حدش بيسمعنا حاجه. المقترحات اللي بتتقال دلوقتي انا عملتها على ارض الواقع، وناس راحت المستشفيات دي تخفضت وقعدت فتره استفادت من الخدمات، استفادت منها مستشفيات خاصه. وكانت يبقى اذا كبار السن ده نمبر 1، كبار السن ده كان رقم واحد، كان رقم واحد. انا بقول لك كبار السن لازم يبقى ليهم كوتا جوه المصيف والمصايف بتاعتهم، لازم تبقى موجوده شركه السياحه اللي تتعمل او التعاقدات بتاعت النشاط الاجتماعي للاوتيلات وللمنتجعات السياحيه. انت العضو اللي فوق ال 60 سنه ليه سعر، تتفاوض مع الاماكن دي ان هو ليه سعر، العضو العادي ليه سعر، والعضو اللي فوق ال 60 سنه ليه سعر مخفض اكتر. ولو قدرنا نوصل ان الرعاه بتوع نادي الزمالك يدعموا بمبالغ ان هو يبقى بمبالغ عشان نقدر نقلل له الفلوس بزياده، ده هيبقى في من, من 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 الحاجات اللي هتعرض على الترابيزه، اللي انا هعرضها على الترابيزه وانا قاعد. تمام. ان الراعي وهو جاي يبقى كبير السن بيتحط مبلغ من الرعاه اللي بتيجي ولا يتقال صندوق كبار السن. هقولها بالاسلوب العامي دلوقتي، هي طبعا ليها مقترحات كتيره وتتقال فيها ان هو دعم كبار السن في نادي الزمالك عشان اقدر النهارده اجيب مستشفيات بسعر اقل من اللي مطروح من المستشفيات، منتجعات سياحيه، نوادي صحيه، لازم يبقى ليهم اماكن كتيره جوه النادي ومعامله خاصه جوه النادي. حتى اسعار المشاريب اللي بتنزل لهم والخدمات اللي بتنزل لهم تبقى اقل من العضو العادي. لابد من تكريم كبير السن جوه نادي الزمالك. ده رقم واحد. الملف بتاعه كبير ومعايا وجاهز وان شاء الله يعني حتى لو ربنا سبحانه وتعالى ما ارادش ان انا ابقى موجود جوه المجلس، اتمنى ان المجلس القادم يطرح عليه الفكره وان هو ينفذ خدمه لاعضاء نادي الزمالك. الملف الاخر بقى العاملين. ما ينفعش يبقى انت شغال جوه نادي الزمالك وما يبقاش عندك صندوق عاملين زي الصندوق بتاع الشركات الكبيره، ان انت لما تيجي تخرج على المعاش او تتقاعد تاخد رقم اللي هي مكافاه نهايه خدمه واللي هي يرفع من شانك وشان المكان اللي انت كنت تعمل بيه ويحافظ على كرامتك بعد ما تتقاعد. هو الموظفين اصلا ليهم لائحه في نادي الزمالك؟ هم ليهم لائحه، بس انا بتكلم ان انا عايز اوصله للائحه عاديه بدليل ان هم اللائحه لا تنفذ او ما فيهاش صناديق وما فيش الكلام ده، ما فيش اي حاجه. لازم يبقى ليه الصندوق دوت. احنا النهارده انا بشتغل في اكبر شركه بترول في مصر. انا عندي صندوق، كذا صندوق. الصناديق دي بتتخصم مني بس بتوفر لي حياه كريمه بعد ما بخرج. الشؤون الاجتماعيه موافقه عليها وبتوفر لنا حياه كريمه بعد ما اخرج، بعد ما ابقى مدير عام كبير وليا تايتل معين وفي اكبر شركه بترول ولا 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 ولا، بيتخصم مني مبالغ بس المبالغ دي عشان انا لما اكبر على فوق الستين يحافظ على كرامتي. العامل جوه نادي الزمالك لابد من المحافظه على كرامته. الساده النهارده اللي مستاجرين ومحلات نادي الزمالك واللي هم بيدفعوا ايجارات كبيره جدا،
لا ده في يونيفورم محترم قوي 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 ولابد من 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 تغييره كل مثلا 3 اشهر. هو ممكن يكون الشكل والديزاين ثابت يكلف. في زملكاويه كتير قوي مستاجرين لما انت بتحافظ على الشكل الجمالي حتى الشكل الجمالي باكج المرتبه مع احترامي الشديد لكافه. انا راجل رياضي بس اللي وقفني على رجلي الموظف والعامل جوه نادي الزمالك اللي واقف على الامن اللي في الاداره الماليه اللي في الاداره القانونيه اللي في اداره النشاط الرياضي اللي بيقدم لي الخدمه بتاعت الورقه اللي وقعت مني اللي كل دولت هم اساسا نجاح منظومه نادي الزمالك الرياضيه والاجتماعيه. فلا بد ان يكرموا، لابد يكون ليهم مصايف خاصه بيهم، يعني ليهم كوتا يتعمل لهم لجنه تبقى في مصايف خاصه. ده لابد لابد ليهم تعاقدات في مستشفيات بان هو عامل في نادي الزمالك، موظف في نادي زي العضو العادي زي العضو العادي. فانت مهتم جدا بالفئه دي، هي دي نجاح نادي الزمالك. انت النهارده لما بتخش البيت عندك بتبص على ايه؟ نظافه البيت، ترتيب البيت، ريحه البيت. لو انا جاي لك ضيف ولقيت البيت مش مهندم، اول حاجه اقول ان اللي عايشين جوه البيت مش كويسين، صح ولا غلط؟ صح. لكن انا لو دخلت البيت ولقيت البيت مهندم وشيك وحلو وفي روح محبه ما بين العامل وما بين العضو، كل في مكانه، عشان الكلام يبقى واضح وصريح. فانت كل يعني في مكانه. لك اهتمام بالموظفين بهذا الشكل، او يعني عمال النادي وموظفينه. هم 4 ملفات، لو ما تعملوش نادي الزمالك هيعاني من حاجات كتير قوي. طيب. ان انت مش هتعمل للعضو وهتعمل للعيب والعامل مهمل. احنا كده اتكلمنا تقريبا في الاربع ملفات غالبا. مش كده الاول ليك حاجه ما اتكلمتش فيها بتتكلم فيها قبل ما؟ لا 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 لا، بص اصلا انا بحب الواقعيه اكتر. يعني انا بحب لما بتكلم يبقى الدنيا واقعيه. هتيجي تقول لي انت بتتكلم في حاجات، لا انا ما قلتش وعدت حد. في ناس في الانتخابات ما بتتكلمش بواقعيه. لا، اصل الواقعيه المفروغ منها ان انت النهارده في ملفات لما حد يجي يقول لك انا عندي مشكله في الفيفا وانا هعمل عضو مجلس اداره مثلا عشان ملف الفيفا، هو الطبيعي ان انا بتخانق مع الفيفا؟ ده انا في حاله استثنائيه. انا بدير غلط اصلا. اللي بيوديني الفيفا ادارتي الغلط. لكن انا لو انا النهارده عندي، لو بدير صح مش هروح الفيفا. لو انا عندي لجنه رياضيه محترمه وعندي شركه رياضيه محترمه وبتعاقد مع اللعيبه بمبالغ محترمه وبقدر اقفل المشاكل بشكل محترم واقدر حتى لو بسيب لعيب او مدرب اسيبه بديل معين، ما هي دي هتيجي ازاي برضو يا استاذ؟ طبعا الاداره، ان انت النهارده لازم عندك سقف للعيبه وموحد في كل الالعاب. في تفاوت، يعني الباسكت ليهم سعر والفولي ليهم سعر والهاندبول ليه سعر والكره ليهم سعر، ولكن لابد من وجود صندوق سيادي جوه نادي الزمالك بيجيب رعاه للعيب. يعني انا ما بقاش عندي لعيب عايز 100 مليون جنيه، تمام انا هديك ال 100 مليون على فكره، مش هديك، بس انا سقفي في نادي الزمالك 10 مليون. طب ال 90 حضرتك هتتحط في لجنه التسويق واداره التسويق واداره الرعاه اللي موجوده، هتحطك وهتعرضك على رعاه نادي الزمالك وعلى رجال اعمال نادي الزمالك في الصندوق دوت، تقدر تعوضك ده وهتعوضك هتعوضك اعلانات. هتقول لي اصل نادي الزمالك ما يجيبش، عشان ما كانش فيه استقرار، عشان ما كانش فيه الموضوع ده. النادي المنافس بتاعك وانديه كتير قوي عندها الموضوع ده، وبالذات النادي المنافس بتاعك. النادي المنافس بتاعك عنده سقف للتعاقدات، بس بيعمل تعويض بالاعلانات، تعويض للبقى الناس بقى اللي احنا بنتكلم فيها. انا مش لازم ابقى راجل اعمال اخد فيفورت، وعلى فكره انا ضد راجل اعمال يدفع من جيبه عشان ما يجيش يقول لي انا دفعت لك. لا 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 لا، حضرتك حق نادي الزمالك عليك ان انت هتدفعه كرعايه اعلانيه. انت مش زملكاوي، حط في الفلوس دي اعلانات، اعلانات لشركاتك، اعلانات لمنتجك، اعلانك مش عارف ايه. والصندوق ده هو اللي بيقول بقى اللعيب ده هياخد فوق ال 10 مليون مثلا. انا بدي رقم عشان بس حد بالليل هيقول لك اصل الحسيني قال السقف 10 مليون. لا هو مش سقف 10 مليون، هو انا بقول مجازا مثلا. سقف في عمليه انتخابيه، ممكن يبقى 20 ممكن يبقى 30 ممكن يبقى 5، يعني كله بيصطاد. انت في لجنه ماليه ولجنة تعاقدية بتحدد السقف، وما دون السقف دوت يتم دفعه عن هذه الطريقة. هقلل حاجتين، الحاجة الأولانية إن الفلوس اللي بضخها للاتحادات، أنا أعلى نادي بيدفع للاتحادات فلوس، ليه؟ عشان أنا الرقم الكبير بديل اللعيبة، بديل اللعيبة بدفع منه نسبة للاتحاد، بدفع منه نسبة للاتحاد. لكن أنا النهاردة لما الرقم الحقيقي اللي في العقد راح للاتحاد
لو الفعل اللي انا بدفعه كنادي فعلي راح للاتحاد هدفع اكيد رسوم اقل، رسوم اقل، ولكن المبلغ الكبير هو رايح في صيغه عقد اعلانات. الضرايب كدوله بتاخده، لكن انا هدفع ضرايب للاتحاد وللنادي واللي هنا وهنا وهنا في كله، لا انا هدفع الضرايب في الضرايب بس. مظبوط. وادفع للاتحاد للاتحاد بس، وفي نفس الوقت غرفه الملابس تم الحفاظ عليها، لان حضرتك سعرك السوقي امام الجماهير وامام اللعيبه وامام الرعاه كده، في لعيب كده، في لعيب تاني كده، في لعيب اصلا ملوش سعر، فحضرتك بتقيم بناء على السعر. لكن انا النهارده بقيم على ان واحد سخن، احنا عايز نجيب اللعيب ده، ايوه هجيب ليه، ده هو اللجنه التعاقديه قالت فنيا مطلوب، ولكن ما هوش نجم شباك هديله الرقم ده ومش مطلوب في انديه اخرى. انا بجيبه عشان اقول للناس انا جبت، لا انا هجيبه، بس هجيبه هتوقف.